باستا بفاهيتا الفراخ كلها في حله واحده كده وان بوت. ايه المكونات اللي عندي؟ عندي هنا شويه من صدور الفراخ تقطعت تقطيعه الفاهيتا، عندي فلفل الوان احمر واصفر واخضر، عندي بصل، عندي شويه من الباستا. بالنسبه للجبن عندي موتزاريلا وشيدر، عندي هنا لبن والتوابل ملح وفلفل توم باودر شطه بابريكا واخيرا شويه من الكمون. طيب نرفع الحله بتاعتي، هنزل بالزيت، نديله فرصه يسخن على ما نتبل الفراخ. طيب التوابل بتاعتنا هنقسمها شويه في الفراخ وشويه في الصوص نفسه وهو بيستوي، هنصص كده كل حاجه. بابريكا، توم باودر، شويه من فلفل اسود، شويه من الملح، نص. هنبتدي بقى ايه، نقلب الفراخ بتاعتنا كده كويس، نوزع التتبيله عليها كلها. طبعا لو عندنا وقت ممكن نسيبها بقى ايه بعد ما نديها التتبيله كده، نقفلها ونحطها في التلاجة شوية. شوف الزيت حلو قوي. هنزل بالفراخ، هسيب الفراخ انا هقلبها كل دقيقة، يعني هسيبها كده زي ما هي دقيقة ونقلب ونستنى دقيقة عشان تتلسع كلها وعشان الكمية كمان كبيرة شوية. مكان الفراخ هنزل بالبصل، وهنزل بالفلفل الألوان، هقلب الكلام ده نقعد نقلب كده شويه عشان البصل كان بتاعنا يتفرط. كديها سنه بس بالزيت، ودي تقليبه، وحد هنا رشه من الفلفل الاسود، ورشه من الملح. حلو قوي. نقلب واحنا هنا يا دوبك بندبل بس، مش بنسويه للاخر. زي ما بقول لكم احنا لسه هننزل المكرونه واللبن ولسه هتستوي مع المكرونه زي المبكبكه كده، بس دي مبكبكه ايه مكسيكي فرنجي شويه. على طول بقى هنزل تاني بالفراخ، وعليها هنزل بكمية المكرونة اللي عندي. قلب كويس قوي. هنزل باللبن. ازود اخر شويه من اللبن. بصوا انا عايز اللبن يبقى ايه مغطي المكونات بتاعتنا اهو، خلاص. هسيب دي بقى ايه تستوي مع بعضها كده 10 دقائق مثلا، وفي الاخر هنقفل بقى بان احنا ننزل الجبن ونقلبها قبل ما نقدم على طول. قطعه الفراخ بتاعتي اخر خطوه بقى عندنا، خلاص. بصوا لما نبص كده هنلاقي الميه ما بقتش مغطيه خالص، المكرونه طلعت، وهندوق طبعا المكرونه اللي هي استوت. هنزل بالجبن بتاعتي الشيدر والموتزاريلا، وهنزل بشويه زياده من فلفل اسود.
نبتدي بقى نقلب الكلام ده مع بعض وكده. في ثواني هنلاقي الجبن بتاعتنا ايه بتسيح. ادي بصوا خلاص بقت كريمي ازاي من الجبنه لما ساحت. نجيب طبق التقديم